شوربة بحرية ومن صفر يوم اللاس، وما وصف لكم إلا قاذة. شوفوا طريقتها السهلة والبسيطة، وعلينا وعليكم بالعافية. ما شاء الله مليانة أشياء عجيبة. بسم الله. عندنا هني أشياء بحرية متنوعة، بننزل عليهم كم عود نعناع، طشة ليمون وملح، وأكيد بنحتاج ماء ساخن، وبنخليها تغلي 10 دقائق عشان تطلع طعم البحر اللي فيها. حلو الكلام؟ حلو. زبدة، بصل أبيض، كزبرة وبقدونس، وبعد ما صفينا ثمار البحر بننزلها. ذرة، بهارات بيضة، ملح، معجون الثوم، كريمة طبخ، ماي، وبنغطي الصفرية وبنخليها على نار هادية لمدة ربع ساعة، وبنقول علينا وعليكم بالعافية. لا تنسونا من اللايك والاشتراك والأشياء الحلوة اللي تسووها، ومطرح ما يسري يمري، وشوربة العافية.